بسم الله الرحمن الرحيم. خطة حل المسألة 20 صورة. يوجد 15 تلميذا في الصف الأول و 12 تلميذة. كم عدد التلاميذ جميعهم في الصف؟ نجي أولا نفهم، نطلع المعطيات والمطلوب. المعطيات يوجد 15 تلميذ و 12 تلميذة. المطلوب كم عدد التلاميذ جميعا؟ نجي ثانيا أخطط أرسم الصورة تدل على عدد التلاميذ. الدائرة حمراء للتلاميذ. كم نرسم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 للتلاميذ. التلميذات اللون الأزرق للتلميذات. كم نرسم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 للتلميذات. الجد عدد تلاميذه أجمعوا. نجي ثالثا أحل أكتبوا عبارة الجمع باستعمالي. الأحد والعشرات. 15 للتلاميذ و12 للتلميذات. نجمع أحد ويا أحد وعشرات ويا عشرات. 5 أحد زائد 2 أحد. 5 زائد 2 إيش كثر؟ 7 أحد. وعشرات 1 عشرات زائد 1 عشرات إيش كثر؟ 2. صارت المجموعة إيش كثر؟ 27. نجي رابعا تحقق عدد التلاميذ مثل أكثر من 10. نعم 15 تلميذ. عدد تلميذات أكثر من 10. نعم 12 تلميذات. فيكون عددهم جميعا أكثر من 20. نعم 27. بما 27 أكبر من 20.